مساءكم بكل خير متابعي طقس العرب في السعوديه نقدم لكم هذه النشره الجويه التي سنستعرض فيها تفاصيل الحاله الجويه المتوقعه في عموم مناطق المملكه خلال الساعات القادمه بحول الله نبدا نشرتنا بالتوقعات الجويه للعاصمه الرياض خلال هذه الليله حيث يصعد الطقس صافي بالمجمل الى تفرق البعض الغيوم ايضا 22 درجه, درجة كحراره دنيا 21 الملموسه نسب رطوبه 71% اما الرياح تكون معتدله السرعه ننتقل الآن لتفاصيل باقي مناطق المملكة ليوم الغد الأحد حيث نبدأ بالمنطقة الشمالية سكاكا 28 إلى 20 عرعر 27 إلى 17 تبوك 31 إلى 20 مع طقس مستقر أما المنطقة الغربية نبدأ بالمدينة جدة حتكون على الفرصة مهيئة لو بعض زخات الأمطار الخفيفة 33 إلى 23 المدينة المنورة 34 إلى 24 مكة المكرمة 31 إلى 25 مع هطول لزخات رعدية من الأمطار أما الطائف 25 إلى 20 بالنسبة للمنطقة الجنوبية الغربية حتبدأ حيث تبدأ تتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي وتعطل زخات رعدية في عموم المنطقة الجنوبية الغربية كمرتفعات جبلية وأيضا كسواحل جازان طقس رعدي ماطر 34 إلى 31 أبها أيضا زخات رعدية من الأمطار 24 إلى 17 أما الباحة 22 إلى 17 مع هطول زخات رعدية من الأمطار بالنسبة للمنطقة الشرقية نبدأ بالدمام 31 إلى 24 حفر الباطن 30 إلى 23 الإحساء زخات رعدية من الأمطار 34 إلى 25 بالنسبة للمنطقة الوسطى نبدأ بالعاصمة الرياض فرصة لزخات رعدية من الأمطار 34 إلى 20 بريدة تفرق لبعض الغيوم 30 إلى 20 أما حائل طقس غائم جزئي 27 إلى 18 كان هذا كل ما لدينا لحد الآن إلى اللقاء